يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي كان صاحبي ده على نفسي وبعد عالجنا وسرعنا من بقعة لبقعة لبقعة بالأخير رجعنا نحر نفسه نحر الشنق نفسه شنق مو الواجب عليك. لا حول لا حول على نفسي لا حول لا قوة إلا بالله. يعني أسأل الله بعد كان مريض ومصلي يصلي على أي حال اسمعني الله يبارك فيك يا أخ محمد ويسمع إلي إخوتي، ما في شك هو مسلم وارتكب ذنبا وذنبا كبيرا، ولكن هذا الذنب لا يخرجه من كونه مسلم، ولذلك أرجوكم صلوا عليه وادفنوه في مقابر المسلمين ويعني كفنوا إلى آخره. هو أذنب ذنبا كبيرا بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قتل نفسه بآلة فإنه سوف يعذب نفسه بها يوم القيامة في النار. لكن هذه المعاصي الله قد يتوب عليه، قد يشفع فيه رجل صالح، قد يشفع فيه أبو، يشفع له أم، تشفع له بعض أقاربه من الصالحين، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إنما ما من شك أنه ارتكب إثما عظيما. لماذا؟ لماذا نقول إثم عظيم؟ هذا الجسم ليس لنا، هذا ملك الله، نحن عبيد الله، لا يجوز لنا أن نتصرف في هذا الجسم بأهوائنا، نحن عبيده عز وجل، امتن علينا بهذه النعمة، بنعمة الوجود ونعمة الحياة ونعمة ما أعطانا من نعم في داخل هذا الجسم، سمعا وبصرا وفؤادا وحركة، نحن عبيد الله، فلا يجوز لك أن تتعدى على ما لا تملك، هذا ملك الله، أنت عبد الله، وهذه العبودية هي شرف، شرف عظيم أن تكون عبدا لله، لأنك إذا كنت عبدا لله كنت حرا مما سوى الله، وإذا لم تكن عبدا لله أصبحت عبدا لكل ما هو دون الله عز وجل. فإذا أرجو أن نتنبه لهذا الأمر. اللهم اغفر له يا رب العالمين.